تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. روسيا تعاير أوروبا، لا توجد حضارة أوروبية وروسيا هي الأعلى. روسيا بتعتبر أوروبا رغم أن هي قرابة 50 دولة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، إلا أن روسيا بتعتبر كل أوروبا دولة واحدة أو مساحة واحدة. فروسيا دلوقتي في إطار سباق التسلح وإطار حرب باردة كبيرة جدا، دخلت سباق تاريخي. فالروس بدأوا يتكلموا عن إن هم الأعلى من الحضارة الأوروبية، والأعلى من الثقافة الأوروبية، والأعلى من العلوم الأوروبية، وإن هم سبقوا أوروبا باستمرار، وإن هم أساتذة بالنسبة للأوروبيين، وإن الحضارة الغربية مش حضارة أوروبية إنما حضارة روسية بالأساس. ورغم أن روسيا ليست دولة شرقية خالصة ولا دولة غربية خالصة، وهي دولة روسية بذاتها، فيها من الغرب وفيها من الشرق سواء بسواء، إلا أن روسيا بدأت تتكلم أن تاريخها أهم وأعظم من تاريخ أوروبا. في مقال مهم للغاية على موقع نيوز إنفو، بعد كده أخذته محطة روسيا اليوم، من المقالات المهمة جداً في إظهار السبق الحضاري أو سباق التاريخ أو سباق الحضارة أو سباق التقدم بين روسيا وبين أوروبا، فصل من حرب باردة بين روسيا وأوروبا أساسها اليوم الحضارة والثقافة والتاريخ، من الأسبق ومن الأرقى، وليس فقط من الأقوى. 8 ملامح حضارية للتفوق الروسي على أوروبا، طبقا لما قال روسيا اليوم عن موقع نيوز إنفو. 1، روسيا إمبراطورية الخير وأوروبا إمبراطورية الشر. إن روسيا اللي كانت بتعمل خير دايما وبتعمل تقدم علمي خير لمصلحة الإنسانية. إن مثلا قبل روسيا كانت عمليات الجراحية في العالم كله بدون تخدير، ما كناش لسه توصلنا إلى التخدير كما هو موجود في القرن 20. فهذا التخدير هو اختراع روسي، الدكتور بيرغوف وتلاميذه هم اللي أسسوا لعلم التخدير، وهم اللي كان وراء إن العمليات الجراحية تجرى بالتخدير. وإنه في حرب القرن 1850 الجنود الأوروبيين كانوا بيعالجوا وتجرى عمليات جراحية ليهم بدون تخدير، وقت ما كانت روسيا عندها العمليات بالتخدير. وبعد كده روسيا نقلت لأوروبا والعالم التخدير أثناء العمليات الجراحية، وده خير كبير جدا قدمته روسيا للعالم طبقا للمقال الروسي. إن أوروبا اخترعت القنبلة النووية، لكن روسيا هي اللي قالت إن ممكن محطات نووية سلمية. فيبقى أوروبا إمبراطورية الشر، هي اللي قالت قنبلة نووية تقتل الناس، إنما الروس هم اللي قالوا محطة نووية سلمية طبقا للمقال الروسي. إنه الأوروبيين اخترعوا الغازات السامة، إنما الروس اللي اخترعوا الأقنعة الواقية من الغازات السامة. بنتكلم بقى على متغير الخير والشر، مين بيعمل خير أكتر من التاني من وجهة النظر الروسية. 2، الاختراعات الحضارية الرئيسية. يبقى احنا قلنا في 1 ان موضوع التخدير هو انتاج علمي روسي، وقلنا ان الغرب كان بيميل انه ينتج حاجات مدمرة، وان روسيا تميل الى انتاج حاجات خيرة للبشرية. 2، الاختراعات الحضارية الرئيسية، المصابيح الكهربائية، الراديو، التلفزيون، المركبات الفضائية، الاتصالات اللاسلكية، الجرارات الزراعية، كل هذه الاختراعات هي اختراعات روسية. لكن أوروبا خدت هذه الاختراعات ونسبتها لنفسها. لكن الراديو، التلفزيون، المصابيح الكهربائية، المركبات الفضائية، المحطات النووية السلمية، الاتصالات اللاسلكية، كل الكلام ده اختراعات روسية تمت داخل روسيا، ثم تم سرقتها إلى أوروبا ونسبتها إلى أوروبا طبقا لوجهة النظر الروسية. 3، إلغاء الرق كأمر حقوقي مهم. إلغاء الرق والعبودية، روسيا سبقت الغرب، أمريكا وأوروبا
بعشرات السنين. نمرة أربعة، التعامل الفظ جدا مع الفقراء وغير القادرين ومحدودي أو معدومي الدخل في أوروبا. طبقا للمقال الأديب العالمي ليو تولستوي، راح زار أوروبا وهناك عامل نفسه أنه هو شخص فقير، راس الثياب لابس ملابس أي كلام، وشكل واحد غلبان جدا جدا، مش أنه هو الأديب الأسطوري تولستوي، علشان يفهم أوروبا ويكتب عن أوروبا. وفعلا عمل كتاب بعد كده، إنما قال فيه جملة خطيرة جدا، قال التاريخ لم يعرف قسوة وعنفا أشد من قسوة الناس على الفقراء في أوروبا. في عمل مهم لتولستوي بعنوان ألبرتو لوزيرن، قال فيه هذه الجملة مرة أخرى، التاريخ لم يعرف قسوة وعنفا أشد من قسوة الناس على الفقراء في أوروبا. إذن هنا الروس بيقولوا إحنا كنا سابقين في احترام حقوق الإنسان. نمرة خمسة، بعض دساتير أوروبا في القرن 18 كانت بتتلف بجلد بشري، طبعا لموتى بالتأكيد، مش بيقتلوهم علشان إن هم ياخدوا جلدهم يغلفوا به الدستور، إنما الفكرة نفسها غريبة جدا وصعبة للغاية. وده جاء في المقال اللي هو التفوق الحضاري لروسيا على أوروبا، إن هم كانوا إزاي هم بيعملوا دستور يغلفوا نسخ هذا الدستور بجلد بشري. نمرة ستة، الإعدام حرقا، إن في حد حي يترمي في النار وهو حي على طريقة تنظيم داعش، ده كان موجود في أوروبا لا سيما في جنوب أوروبا. وطبقا للمقال إنه هذا التقييد الأوروبي تم إعدام أكثر من 10,000 إنسان بالرمي حرقا وهو حي في قلب النار على الطريقة الداعشية. نمرة سبعة، النظافة الشخصية ثقافة روسية وليس ثقافة أوروبية. وطبعا ده موضوع غريب أن يتطرق إليه المقال، إنما تقريبا هو عايز يقول إن روسيا كانت سابقة أوروبا بكتير جدا حتى فيما يخص النظافة الشخصية للأفراد سواء في روسيا أو أوروبا. طبقا لمقال نيوز إنفو ثم روسيا اليوم، إنه في هذا الموضوع كانت صناعة الصابون موجودة في العصر الروماني، وبعدين صناعة الصابون دي كان ليها سر، وهذا السر وتركيبة الكيميائية للصابون اختفت من أوروبا، وضاع هذا السر فلم يعد هناك إنتاج صابون في أوروبا. الروس هم اللي ودوا صابون لأوروبا، وهم اللي أعادوا هذا السر اللي كان موجود عند الرومان إلى الأوروبيين. وتاك الأوروبيين إذا هم قاموا بالاستحمام بينزلوا إلى النهر أو إلى القنوات المائية. أيضا في هذا السياق، الملكة إيزابيلا ملكة قشتالة كانت جزء من هذه الثقافة، لما قالت أن هي لم تستحم في حياتها إلا مرة واحدة أو مرتين، وده سلوك ملكة أو بعض ملوك أوروبا، فما بالك بسلوك العامة. وإن أوروبا لم تعرف الحمامات إلا حين زار بطرس الأكبر قيصر روسيا الشهير جدا أوروبا. لما بطرس الأكبر زار أوروبا كان معاه جنود أمرهم ومرافقين إن هم يبنوا حمامات، كانت أول مرة أوروبا تعرف يعني إيه حمامات. بعد كده لما الروس هزموا نابليون بنوا حمامات في المدن والقرى اللي هم حرروها من نابليون أو أخذوها من نابليون، وانتشرت فكرة الحمامات في أوروبا كثقافة روسية بالأساس لم تكن أوروبا تعرفها من قبل. وبعدين المقال بيستشهد بكاتب ومفكر ألماني مهم اسمه دكتور فريدريك بيلتس، بيقول بأنه نشر كتاب بيقنع الناس فيه في أوروبا بعدم الخوف من الاستحمام، إن ما كانش الأوروبيين عندهم رغبة في النظافة الشخصية بالاستحمام. وطبقا للدكتور فريدريك إن هو في كتابه بيقول هناك أناس لا يجرؤون على الاستحمام لأنهم لم يدخلوا الماء أبدا، ولهذا الخوف هو نفسي ولا أساس له، وإن ممكن بعد مرتين أو ثلاث أو خمس أو ست مرات من الاستحمام يمكن للإنسان أن يتعود على ذلك ولا خوف عليه. زي المقارنة إن الشعب ده بيأكل إيه
والشعب ده بياكل ايه، يبان مستوى الاجتماعي والاقتصادي طبقا لقائمة الغذاء لهذا الشعب او لهذا الشعب. طبقا للمقال، وطبعا بأؤكد 100 مرة ان هذا المقال هو مقال روسي، وهذه الرؤية هي رؤية روسية. المطبخ الروسي اكثر ثراء من المطبخ الاوروبي طبقا لمقال نيوز انفو ثم روسيا اليوم. المطبخ الروسي عمره ما اكل قواقع ولا ضفادع ولا جبن متعفن، كل دي مأكولات أوروبية. الضفادع تؤكل في مطاعم أوروبا، وكذلك الجبن المتعفن أو القواقع، وكذلك قصاصات الكعكة اللي هو الاسم القديم للبيتزا الإيطالية. كل هذه المأكولات تدل على فقر اقتصادي وعلى فقر في التغذية أو عدم رقي كبير في التغذية إذا قرب المطبخ الروسي طبقا لهذا المقال، اللي وقتها كان الروس بياكلوا أكلات مفيدة للغاية أبرزها السلمون والكافيار. هو عايز يقول إن كان عنوان المطبخ الأوروبي القواقع والضفادع، وعنوان المطبخ الروسي السلمون والكافيار فرق كبير جدا من الضفادع إلى الكافيار. دي المحاور الثمانية الرئيسية اللي اتكلم فيها هذا المقال المهم، اللي بيقول فيه إن روسيا سبقت حضاريا وثقافيا وطبيا وعلميا وأخلاقيا وحقوقيا أوروبا في مجالات عديدة. في توضيح هذا التحليل المطول، الجرارات كانت صناعة روسية، إنما الأوروبيين حولوا الجرارات إلى دبابات، عشان كده مصطلح إنه كأنه روسيا إمبراطورية الخير وأوروبا إمبراطورية الشر في ذلك الوقت. هم صنعوا جرارات للأراضي الزراعية، إنما الأوروبيين حولوا الجرارات إلى دبابات فيما بعد في الحروب التي خاضتها أوروبا في العقود والسنوات التالية. ده مشهد لجرارات روسية قديما في عزم وقوة زي ما هم عروها جرارات الزراعية، ثم في 2018 جرارات زراعية لكن بدون سائق، جرار من دون سائق في 2018. في مقال روسيا اليوم زي ما قلت لحضراتكم ان روسيا تعاير اوروبا انها كانت تاكل كافيار حين كانت اجزاء من اوروبا تاكل القواقع والضفادع. ان تشكو احزانك الى سكارى، سائق الحنطور في قصه انطون تشيكوف. لو احنا قلنا في حياه الانسان الحزن اكتر ولا السعاده اكتر، لو اي حد قعد يعدد ماضيه، يا ترى في كتلة الماضي، كتلة الزمن الفائت من عمر الإنسان، كان سعيد أكتر ولا كان حزين أكتر؟ طبعا أغلب الناس يميلوا إن السعادة هي الأصل وإن الحزن استثناء، لكن البعض زي زيد حسن الأسمر اللي هو كان بيقول كتاب حياتي عين، هو قال في الآخر إنه الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. فإذا البعض بيذهب هذا المنحى إن الأصل في الحياة الحزن، وإن الاستثناء الفرحة والبهجة، وإنه حتى لما يحصل ده بيكون الإنسان في انتظار موجة حزن جديدة. لكن في نظرية أكثر تفاؤلا وأكثر إيجابية في الحياة وأكثر تقدمية في بناء الإنسان، إنه عكس اللي قاله حسن الأسمر، وبالتالي الحزن فيه سطرين والباقي كله تمام، مش الباقي كله عذاب، إن الأصل في حياة الإنسان هي السعادة. في علم اسمه بيولوجيا الأعصاب بيدرس هذا الموضوع، وبعض العلماء فيه بيقولوا إنه الحزن مهم من أجل الشعور بالسعادة، ولو الإنسان معرفش طعم ومذاق الحزن مش هيقدر يشعر بطعم ومذاق السعادة، وإنه زي أي إنسان يشعر بالحر الشديد وبالتالي يشعر بقيمة اعتدال الجو، وإنك بتعرف النقيض من النقيض، وإن الحزن مهم في حياة الإنسان علشان يقدر يستمتع بلحظات السعادة. في كل الأحوال الإنسان لابد أن يقاتل الحزن وأن يواجه الحزن وأن يبدد الحزن، وجزء من تبديد الحزن إن الإنسان يشكو هذا الحزن، وإن يبث أحزانه إلى قريب منه أو محب له. إن لابد أن يبث الحزن مش عشان يعمل بدء نجل الآخرين، وإنما عشان خاطر يفرج عن نفسه قدر الإمكان هذه الهموم حتى يرفع الله عنه هذا الهم.
في قصة للأديب العالمي أنطون تشيكوف لمن أشكو أحزاني. كتير اتكلموا عن هذه القصة لأنها قصة مثيرة جدا رغم أن احنا ممكن نقولها في أقل من دقيقة. سائق حنطور، سواق الحنطور ده بيشتغل من قدام بار، ياخد الناس اللي طالعة من البار يوصلهم مكانهم ويرجع مرة تانية ياخد الناس، يعني الموقف بتاعه أو بداية طريقه من أحد البارات. وبالتالي كل الناس اللي بيركبوا معاه طالعين من البار. في وقت من الأوقات كان حزين حزن شديد جدا نتيجة مشاكل في البيت، الزوجة، الأولاد، العائلة، الفلوس، مشاكل كتيرة جدا موجودة، فمهموم عايز يتكلم. لكن الركاب الزبائن اللي معاه سكارى، فلما يكلمهم هم أصلا مش معاه، هو عقلهم أصلا مش موجود، فبيشكو إلى سكارى، بيبث أحزانه إلى ناس بلا عقل، هم راكبين الحنطور لكن هم مش معاه، اللي بيسخر منه، اللي بيضحك، اللي بيبصله باستهزاء، اللي بيقوله كلام فارغ. فتاني يوم نفس الزباين سكارى، نفس الشكوى. لما زهق في الآخر كل يوم يبث شكواه إلى سكارى، قرر أن هو ينزل من الحنطور ويكلم الحصان، وإن يبث الأحزان والشكوى والهموم ويتكلم ويفضفض مع الحصان. وجملة شهيرة في هذه القصة: حصاني أيها العزيز. وبدأ الحصان يومئ بالموافقة على الكلام اللي هو بيقوله هذا السائق الحزين للحنطور. دكتور مصطفى محمود كان بيعلق على هذا الموضوع إنه ممكن الحصان أو الحيوان يستمع، وإن الإنسان في لحظة لو ما وجدش أي حد يسمع شكواه عشان يبدد حزنه ممكن يتجه يكلم نفسه أو يكلم كائنات غير عاقلة، إنما في كل الأحوال في إطار محاربة الحزن ومحاولة تمديد مساحة السعادة في حياة الإنسان وكبح جماح الأحزان والدموع ممكن الإنسان يبث شكواه ولو إلى الفراغ. قصة رائعة، قصة الأديب العالمي أنطون تشيكوف، أن تشكو أحزانك إلى سكارى، هذا مضمونها وعنوانها لمن أشكو أحزاني. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.